السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم رانيا النهدي، أخصائية مكافحة عدوى بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة. هتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع جدا مهم فيما يخص الـ Personal Protective Equipment Objectives. هنتعلم عدة نقاط خلال هذه المحاضرة. أول شيء، إيش هو تعريف الـ PPE؟ إيش هي أنواع الـ PPE اللي إحنا راح نستخدمها؟ الطريقة الصحيحة لاستخدام واختيار الـ PPE in healthcare settings، safely donning and doffing للـ PPE، وكمان الـ PPE based on isolation precautions. Personal Protective Equipment Definition. إيش هو تعريف الـ PPE؟ تعريف الـ PPE هو specialized clothing or equipment worn by an employee for protection against infectious materials، بمعنى انه هي عبارة عن ادوات او ملابس مخصصة تلبس من قبل ممارسي الرعاية الصحية للحماية طبعا against infectious materials من المواد اللي تسبب عدوى. طيب personal protective equipment لها عدة طبعا استخدامات ولها عدة اهداف. الهدف منها طبعا اول شيء use appropriate barrier equipment designed to shield the employee from blood and body fluids contamination. طبعا هي صممت هذه المعدات كحاجز، تعتبر حاجز مناسب لحماية الممارس الصحي من تلوث الدم وسوائل الجسم. أيضا these barriers include gloves, fluid resistance mask and gowns, splash shield and eye protection. هذه الحواجز اللي تكلمنا عليها تشمل الجلوفز، القفازات والأقنعة والعباءات، وطبعا اللي هي الجاون المقاومة للسوائل، والفيس شيلد اللي هي الدروع الواقية من الرداد وحماية العين. These barriers are used whenever there is a risk of exposure to blood or other potentially infectious materials. طبعا هذه الحواجز تستخدم لما يكون هناك في خطر التعرض للدم أو غيرها من المواد التي يحتمل أن تكون معدية. Selection and use of personal protective equipment PPE in healthcare settings. Types of PPE used in healthcare settings. إيش أنواع الـ PPE؟ أنواع الـ PPE الجلوفز طبعا هي وظيفتها أو الهدف منها protect hands، هتحمل اليد. gowns abroad هي اللي هو العباءة اللي قلنا عليها، وظيفتها حماية الجلد والملابس. face protection هو يعتبر mask in combination with eye protection device such as goggles or glasses or face shield. طبعا الface protection يعني بمعنى انه يحمل الوجه كاملا من الجبهة إلى نهاية الذقن والجوانب، أيضا جوانب الوجه. عندنا الفوت وير والكابس اللي هو غطاء الرأس. تمام. Factors influencing PPE selection. طبعا اختيار الـ PPE بيأثر عليه عدة عوامل. أول عامل اللي هو أو العوامل هي عبارة عن risk، نوعين من الريسك: risk of contamination، risk of transmission. الريسك الأول هو risk of contamination of the stuff, clothing or skin، يعني أي خطر يسبب تلوث لملابس أو جلد الممارس الصحي عن طريق إما دم المريض أو سوائل الجسم أو الإفرازات، هذه كلها تعتبر risk. بالتالي بعدها إحنا نحدد ما هو نوع PPE اللي إحنا راح نستخدمه. تمام. ثاني risk ما يسمى ب risk of transmission، وهو يخص المايكرو أورجانيزمز، انتقال المايكرو أورجانيزمز من الممارس الصحي إلى البيشنت، وبالتالي أيضا إلى الأكل أو الطعام، وأيضا إلى الأجهزة المحيطة بالمريض أو حتى في المنشأة الصحية. هنا أيضا هذا بيحدد لنا ما هو نوع الأدوات الحماية الشخصية اللي إحنا مفروض نستخدمها. Gloves should be worn when there is direct contact with a patient's secretion or excretion or touching contaminated items or services for a patient under contact precautions and discarded after leaving patient's room.
بمعنى أنه يجب أنه إحنا نلبس القفازات لما يكون direct contact with patients secretion، يعني يكون في اتصال مباشر مع إفرازات المريض أو سوائل الجسم سواء blood أو غيره، أو يكون في تلامس مثلا للأسطح الملوثة المحيطة في المستشفى أو حوالين المريض. أيضا طبعا هذا كله لازم يكون patient under contact precautions. وبعد كذا نتخلص تماما من الجلافز after leaving patient room، بعد مغادرة غرفة المريض. أنواعها، أنواع الجلافز: non-sterile gloves غير معقمة، sterile gloves معقمة، utility or heavy duty household gloves اللي هي تجي مدبلة والثقيلة، هذه أنواع الجلافز. Glove use instruction، في تعليمات إحنا لازم تكون موجودة عندنا عند استخدام الجلافزات. أول نقطة: gloves are not a substitute for employing good hand hygiene، بمعنى لا تعتبر الجلافزات بديلة عن عمل الهاند هايجين أو نظافة اليدين. نظافة اليدين جدا مهمة، ولبس القفاز أيضا مهم، ولكن لا يعتبر القفاز بديل عن نظافة اليد. This should be performed each time gloves are removed. يعني بمعنى إنه إحنا لما نتخلص من الجلافز لازم إحنا نقوم بعملية الهاند هايجين، تكون يد نظيفة. النقطة الثانية: gloves which have been worn for a procedures، أي gloves يلبس عشان إجراء عمل ما، should not be worn to handle or write on chart. يعني بمعنى إنه هذا الجلافز أوكي لا ما ينفع إحنا نلبسه مرة ثانية عشان مثلا نشيل حاجة أو مثلا نكتب على شيء أو مثلا حتى لو touch any other clean surfaces، لو نلمس أو في تلامس لسطح نظيف أبدا غير يعني مرغوب فيه أو لا يجب يعني استخدامه في هذه الحالة. ثالث نقطة: remove gloves promptly after use، إحنا لازم نرمي الجلافز بعد الاستخدام، وكمان نرمي الجلافز before touching clean items، قبل ما إحنا نلمس أي سطح نظيف كمان نقوم بعملية إزالته. وكمان إذا كان بالصدفة مثلا أنا لمست شخص أو صار في تاتش لنفسي كمان لجسمي، أيضا لازم إحنا نتخلص منه بأسرع وقت ممكن. Gowns or aprons protect the uniforms or clothing of healthcare workers from contamination. طبعا هي عبارة عن ملابس أو uniform لحماية الممارسين الصحيين من أي تلوث يحصل داخل المنشأة الصحية. Face protection، حماية الوجه. طبعا في الوجه عندنا عدة مداخل للميكروبات ممكن أنها تسبب عدوى: العين والأنف والفم. طب إحنا كيف نحمي هذه المداخل من الميكروبات؟ عن طريق لبس الفيس شيلد اللي هو ما يسمى بالدرع الواقي للوجه، أو الجوجلز اللي هي نظارات حماية العين. تمام، متى إحنا نلبسها؟ نلبسها لما يكون في خطر التعرض للدم أو البادي فلويد أو السكريشن. طبعا تكون هذه كلها متجهة ناحية العين، ناحية الأنف أو الفم. راح نستكمل الفيس بروتكشن. عندنا A الفيس شيلد. الفيس شيلد زي ما هو واضح في الصورة يغطي عندنا الفورهيد الجبهة، extend below chin راح يمتد إلى ناحية الدقن أو تحت الدقن، وأيضا wrap around side of face حيكون من الجوانب أيضا يغطي. في نقطة مهمة لازم إحنا نذكرها، طبعا بالذات إذا كان عندنا الميكروبات متطايرة في الجو بتسبب عدوى، طبعا هذا الفيس شيلد واحد ما راح يكون كافي لحماية الوجه، لأن عندنا حيكون سهل إنها تدخل للأماكن اللي تكون موجود فيها الميوكس ممبرين سواء الفم أو الأنف أو العين. فبالتالي إنه لازم يكون الممارس الصحي لابس surgical mask تمام underneath the face shield. هتكلم عن النقطة الثانية اللي هي الجوجلز أو الجلاسز. طبعا هي وظيفتها حماية الستاف في حال حدوث أي تطاير مفاجئ سواء كان للدم أو سواء كان للبادي فلويد. هتكلم عن الماسك. طبعا زي ما احنا عارفين الماسك بيحمي الفم وبيحمي الأنف من دخول الميكروبات اللي ممكن تسبب لنا عدوى.
The primary reason for wearing mask is to provide some protection. هي حتعطي حماية للممارس الصحي عند لبس الماسك. طبعا إذا كان في تناثر للـ patient blood لدم المريض، وإذا كان في potentially contaminated body fluid يعني احتمالية تناثر أيضا لإفرازات الجسم أو سوائل الجسم الملوثة ودخولها للفم وللأنف، ها الماسك حيحمي طبعا الممارس الصحي وغير الممارس الصحي من أي عدوى، احتمالية أي عدوى. طيب عندنا ثلاثة أنواع نتكلم عليها اللي هي types of medical mask، عندنا surgical face mask، وعندنا N95 respirators، وعندنا البابرز. هنتكلم عن الـ universal masking. universal masking اللي هو العالم المعروف اللي صورته موجودة الكل يعرفه، هو surgical mask، يسمى surgical mask are mandatory in high risk department، يعني ضروري انه يلبس في اماكن أو اقسام الخطورة فيها جدا عالية، تمام، مثل such as emergency الطوارئ و respiratory isolation area مناطق العزل التنفسي و and intensive care department اللي هي أقسام العناية المركزة. طبعا يوصى بارتداء هذا الماسك السيرجيكال ماسك في جميع أنحاء المنشأة الطبية. It's recommended to wear a surgical mask throughout the medical facility. Let's talk about N95 respirators. يعتبر more effective than surgical mask at filtering out small particles، يعني هو أكثر فعالية من السيرجيكال ماسك من ناحية طبعا تصفية الجزيئات الصغيرة، وأيضا بيمنع حوالي 95% من الجزيئات الصغيرة من ضمنها طبعا الفيروسات. بالنسبة لحجم الـ N95 طبعا لازم يكون مناسب بشكل صحيح، وهي أصلا مصممة بحيث تكون قريبة جدا من الجلد بحيث لا يحدث هناك تسرب للهواء. في المستشفيات طبعا لازم يكون في تحديد لفعالية والحجم الصحيح للـ N95 respirator. أيضا عند الرجال في أشياء بتمنع فعاليتها اللي هي اللحية. اللحية بتمنع طبعا الجهاز أن يكون ملتصق بالوجه والعمل بشكل المطلوب. متى احنا بنستخدم الـ N95؟ بنستخدمه إذا كان المريض طبعا بعدوى من الميكروبات اللي تنتقل عن طريق الهواء اللي هي الـ Airborne such as a tuberculosis مرض السل، أو ممكن يكون الـ COVID-19. خلينا نتكلم عن الـ Puppers. Filtering capabilities are higher than an N95 and they are more comfortable to wear for longer periods of time. طبعا هو يعتبر أعلى فعالية لتصفية الميكروبات من الـ N95، وأيضا يعتبر أكثر راحة في حال ارتدائه طبعا لمدة أو لفترات طويلة في المستشفى. بالنسبة للصيانة لازم تكون في صيانة دورية عشان يعمل بشكل صحيح ومطلوب، والبطارية لازم تكون full charged. بالنسبة للسعر طبعا هو يعتبر غالي وبيتطلب طبعا تدريب دوري ومستمر لاستخدامه بشكل المطلوب والصحيح. Footwear. These are worn to protect the feet from injury by sharp or heavy items that may accidentally fall on them. طبعا الأحذية هذه يتم ارتداءها لحماية القدمين من الإصابة بأدوات الحادة أو الأدوات الثقيلة اللي ممكن إن هي تسقط طبعا بطريقة مفاجئة أو خاطئة. When indicated, closed toe shoes should be worn to avoid contamination with blood or other body fluids or accidentally injury by sharps. طبعا مقدمة الحذاء لازم يكون مغلق، يعني الأصابع ما تكون باينة. فبالطريقة هذه يعني إحنا نتجنب إن أي تلوث سواء كان دم أو سوائل الجسم إنها تسبب ضرر أو إصابة للقدم. Footwear أيضا يستخدم when gross food contaminations by blood or body fluid is anticipated. يعني هي تستخدم هذه الأحذية طبعا إنه لما يكون في متوقع حدوث أي تلوث كبير سواء كان بالدم أو سوائل الجسم. Overshoes not recommended.
This can lead to unnecessary hand contamination while donning or removing. Also can cause aerosolation of microorganisms when walking. طبعا زي ما انتم ملاحظين في بعضهم بيستخدموا الأغطية يعني زي الأكياس بيغطي فيها الشوز بطريقة انه هو بيفكر انها more protection وهي خطأ انه هي مفروض انها not recommended طبعا لأنها ممكن تؤدي إلى طبعا تلوث لليد بشكل غير مطلوب أثناء ارتداء هذا الحذاء أو حتى ارتداء الغطاء نفسه أو خلعه ممكن كمان إنها تسبب انتشار للميكروبات خلال المشي من مكان إلى مكان تسحب معها ميكروبات من مكان إلى آخر لذلك is not recommended. Caps اللي هو غطاء الرأس. These are used to keep the hair and scalp covered so that flakes of skin and hair are not shed to patient. Into wound during surgery, food or an instrument. إذا لماذا إحنا بنستخدم غطاء الرأس؟ أول شيء إحنا بنحافظ على الشعر وفروة الرأس بطريقة يعني سليمة. حيث أنه هذا الشعر أو فروة الرأس وما تحويه من مثلا قشرة وغيرها ما تتساقط على البيشنت يعني بشكل سواء مباشر أو غير مباشر أو أحيانا خلال يعني علاج جرح يخص المريض أو مثلا تسقط على الأطعمة أو أنها تسقط على الأجهزة وإحنا ما بنلاحظ هذا الشيء فيفضل أنه إيش يستخدم الغطاء. While caps provide some protection to the patient, it can also protect the wearer from blood or body fluid splashes and spray. مو بس هي بتحافظ أيضا على المريض أو الأطعمة أو الأجهزة من الشعر والجلد اللي بيتساقط، لا أيضا بتحمي نفس الممارس الصحي من يعني انتشار أو splash أو spray any other body fluid. أي سواء للجسم من المريض إلى الممارس الصحي. PPE used in healthcare settings. How to safely donning and doffing PPE. كيف إحنا نقوم بعملية خلع وارتداء PPE بطريقة صحيحة وسليمة. Key points about PPE. في نقاط مهمة إحنا لازم نعرفها عند استخدام أدوات الحماية الشخصية. أول شيء don before contact with patient. لازم إحنا نرتديها قبل التواصل مع المريض بشكل مباشر. Generally before entering the room. بشكل عام قبل دخول غرفة المريض لازم إحنا نرتديها. Doff and discard carefully. إذا نبغى نخلعها أو نتخلص منها إحنا لازم تكون طريقتنا بعناية وبهدوء. Don't spread contamination either at the doorway or immediately outside patient room. Remove respirator outside room. إذا نحاول إحنا ما ننشر التلوث في أماكن سواء داخل غرفة المريض أو خارج غرفة المريض. Immediately perform hand hygiene. شيء مهم جدا إنه إحنا لازم نسوي الهاند هايجين سواء قبل أو بعد. Sequence for donning PPE. طبعا احنا لما نبغى نقوم بعملية ارتداء لهذه الادوات لازم في تسلسل لها زي ما احنا شايفين في الصورة. اول شيء gown first هنلبس الجاون اللي هو الثوب بعد كده mask or respirator اللي هو الماسك الوجه تمام او ثالث شيء الجوجلز or face shield بعد كده رابع شيء الجلوفز. في نقطة مهمة لازم نعرفها اللي هي إنه عملية لبسها بطريقة عشوائية ما راح تكون فعالة أبداً، لازم تكون بطريقة مسلسلة زي ما إحنا ذاكرينها. إذا combination of PPE will affect sequence, so you have to be practical. How to safely use PPE؟ كيف إحنا نستخدم PPE بطريقة سليمة؟ أول شيء keep gloved hand away from face، إنه إحنا لازم يدنا طبعا اللي فيها الجلوفزات تكون بعيدة عن وجهنا ما احنا يعني ما نقوم بعملية لمس الوجه بطريقة مستمرة. ثاني شيء avoid touching or adjusting other PPE. اذا احنا نتجنب لمس او حتى تعديل الادوات الوقاية الشخصية في نفس الوقت يعني
خلاص احنا نلبسها نلبسها بطريقة صحيحة عشان ما نضطر إنه إحنا نعدلها كل شوية. Remove gloves if they become torn or visibly solid. إذا القفازات اللي إحنا بنلبسها أصبحت ممزقة مثلا متسخة بشكل جدا واضح، إذا على طول نتخلص منها. Perform hand hygiene before donning new pair of gloves. إذا ضروري إنه إحنا نعمل الهاند هايجين قبل إحنا ما طبعا نرتدي الزوج من الجلوبز. Limit services and items touching. إحنا نحاول طبعا نحد من لمس الأسطح والأشياء بشكل كبير يفضل يعني. How to safely doffing PPE. قبل ما نتكلم عن الدوفينج بطريقة سليمة هنتكلم عن contaminated and clean areas للـ PPE. الـ contaminated هي تعتبر المنطقة الملوثة، هي مناطق معدات الوقاية الشخصية اللي من الممكن أو من المحتمل أن تكون على اتصال بمواقع الجسم أو المواد أو الأسطح البيئية اللي ممكن يتواجد فيها الكائن المعدي هو infectious organisms. بالنسبة للمنطقة النظيفة clean inside, outside back, ties, on head and back طبعا هي تكون أماكن من الداخل وخارج الظهر، وأيضا أربطة على الرأس أو الظهر. طبعا هذه المناطق هي أو مناطق الأدوات الوقاية الشخصية اللي من غير المحتمل so are not likely to have been in contact، من غير المحتمل أن تكون على اتصال بالكائن المعدي، لذلك سميت بالclean area. تمام؟ أوكي. Sequence for doffing PPE. طبعا الهدف من التسلسل هي عملية لتقليل فرص انتقال التلوث للممارس الصحي. To limit opportunities for self-contamination. تمام؟ عملية الكومباينيشن للPPE هذا حتأثر بشكل سلبي على فعالية الأدوات الشخصية، وبالتالي ممكن تسبب تلوث سواء للممارس أو البيئة المحيطة فيه. هنبدأ طبعاً بريموف جلوفز، تعتبر طبعاً هي the most contaminated piece of PPE. بعد إزالة الجلوفز هنسوي الهاند هايجين، بعد كذا هنسوي إزالة للفيس شيلد أو الجوجلز. الخطوة الرابعة ريموف جاون، يتليها ريموف ماسك أو ريسبيراتورز، وطبعا تختتم هذه الخطوات بالهاند هايجين وهي خطوة جدا مهمة. طيب where to remove PPE، فين من الممكن انه انت تتخلص من هذه الادوات؟ at doorway، تمام، عند المدخل قبل مغادرة غرفة المريض او في غرفة الانتظار. اذا at doorway before leaving patient room، قبل مغادرة غرفة المريض، or in anteroom في المدخل. 2 remove respirator outside room after door has been closed، إذا إزالة جهاز التنفس خارج الغرفة، تمام، بعد إغلاق الباب. Ensure that hand hygiene facilities are available at the point needed، for example sink or alcohol based hand rub، بمعنى أنه إحنا نتأكد من توفر مرافق لنظافة اليدين في النقطة اللي إحنا نكون طالبين فيها هذه المنطقة، على سبيل المثال مثل الحوض أو فرك اليدين بالكحول، هذه لازم تكون متواجدة. How to remove gloves. أول شيء أمسك الحافة الخارجية طبعا زي ما إحنا شايفين بصورة بتشرح وبتساعدنا لو تركزوا فيها شوية. إذا نمسك الحافة الخارجية بالقرب من المعصم، أنزع القفاز بعيداً عن اليد وأقلب القفاز من الداخل إلى الخارج. طبعاً أمسك بيدك اللي فيها الجلوفز، تمام؟ إحنا نمسك باليد اللي فيها الجلوفز، هذه الخطوات. بعد كذا حرك إصبعك اللي غير مغطى طبعاً ما في جلوفز أسفل المعصم القفاز المتبقي، أنزعها من الداخل لتكوين طبعاً زي الحقيبة كذا أو دائرة داخلة في بعض للقفازين يعني ندمجهم مع بعض، تمام؟ بعد كذا أتخلص منها. Discard. How to remove goggles or face shield. أول شيء طبعا أمسك القطعة الموجودة في الإذن أو الرأس باليد، طبعا المفروض أنه ما يكون فيها قفازات، أرفعها بعيدا عن الوجه، تمام؟
بعد كذا أضعها في وعاء مخصص لإعادة المعالجة أو التخلص منها، تمام؟ بعد كذا عندنا how to remove a gown. أول شيء نفك العلاقات زي ما احنا شايفين في الصورة، أنزع الرداء بعيدا عن الرقبة والكتف، بعدين تحويل الجهة الملوثة من الخارج إلى الداخل ببطء طبعا، أو لفها في حزمة كذا، ثم نتخلص منها، تمام؟ كيف نتخلص من الماسك؟ أول شيء نفتح ربطة العنق، أوكي، السفلية باليدين النظيفتين، ثم ربطة العنق العلوية، بعد كذا إزالتها من الوجه، تخلص من الديسكارد يعني through it، القناع نرمي، بعد كذا نقوم بعملية الهاند هايجين، نظافة اليد. الهاند هايجين زي ما احنا شايفين perform hand hygiene immediately after removing PPE، نقوم بنظافة اليد مباشرة بعد إزالة أدوات الوقاية الشخصية. Wash hands with soap and water or use an alcohol based hand rub، اللي هو احنا نغسل يدنا بالماء والصابون أو استخدام مطهر لليدين يحتوي على الكحول. راح نشارككم إن شاء الله رابط هذا الفيديو يشرح لكم بالطريقة السليمة والمتسلسلة المطلوبة عملية PPE donning and doffing. Let's talk about types of isolation precautions. Isolation precautions can be divided into two main categories. Number one, standard precautions are the basic minimum steps. يعني خطوات أساسية that should be taken with all patients. إحنا لازم نتبعها على كل المرضى في المستشفى. الهدف منها to help prevent the spread of infection، لمنع انتشار العدوى. The second one is transmission-based precautions are extra steps that must be taken in addition to following the standard precautions. يعني هي خطوات أساسية واللي هي standard precaution، نضيف عليها extra steps. الهدف منها in order to prevent the transmission of certain disease، طبعا لمنع انتقال أنواع معينة من الأمراض. خلينا نتعمق شوية في transmission based precautions. Transmission based precautions لها ثلاثة أنواع، اللي هي airborne precautions والcontact precautions والdroplet precautions، تمام؟ طيب الـ airborne precautions، إيش الـ PPE اللي إحنا المفروض نستخدمها؟ الـ N95 أو الـ higher level respiratory. نوع الغرفة اللي يكون فيها المريض تسمى بالـ airborne infection isolation room. بالنسبة للـ contact precautions، الـ PPE اللي إحنا نستخدمه الـ gown and gloves، ونوع الغرفة هتكون طبعاً a single patient room. A dropless precautions هنستخدم الـ surgical mask، ونوع الغرفة للpatient also a single patient room. يعطيكم العافية، وبكذا يكون خلصنا محاضرتنا وإن شاء الله تعمل فائدة على الجميع. شكرا جزيلا.